ذاكرت السكريبت كويس وحاولت اعمل بحث عن المستشفيات وطلبه كليه الطب، وقريت شويه كتب وروايات ليها علاقه بالاطباء اللي بيروحوا فترات تكلفهم في محافظه تانيه. ابرز الحاجات طبيب ارياف الاستاذ محمد المنسي قنديل، وقريت كتب ليها علاقه بالطب بقى نفسه، يعني ما تعمقتش فيها بس كنت محتاج، بحس ان كل حاجه بتاخديها بتبقي ملمه بيها بتساعدك في الشغل يعني. وقريت اكيد الكتاب بالطو فانيلا وتاب الدكتور عاطف كتب عنه السكريبت اللي هي يومياته، يعني اكتر منها روايه. لا خالص، هو اتفاجئ ان انا بعمل حاجات هو كان فاكرني مش هعملها. انا حابب اعمل ادوار وخلاص، مش هتفرق كوميدي او مش كوميدي، المهم الدور حلو هعمله وخلاص. يعني جه حاجه كوميدي حلوه اعملها وتبقى جميله وابقى بعمل كوميدي، جه دور مش كوميدي حاجه تانية خالص اعمله برده يبقى حلو، مش يعني مش حاطط نفسي في منطقه معينه، انا حابب افضل اقدم ادوار مختلفه كده، وان شاء الله ربنا يكرمه ده يحصل. يعني هشوف الدنيا شايله لي ايه، لكن مفيش حاجه انا نفسي اعملها. ما تخيلتش ولا حتى 10% من ده، بس الحمد لله ربنا يعني كرم اكتر ما انا كنت متصور. في احسن الحالات ايه ممكن يحصل، ربنا كرم بيه، ده يعني فضل منه. يعني على قد ما اقدر، لان انا مش سوشيال ميديا قوي يعني وخالص تقريبا، بس الفتره دي يعني بحاول ابقى متفاعل عشان اشوف راي الناس، وبجانب ان انا بصور ده دلوقتي في نفس الوقت، فبحاول انسق يعني في الوقت الفاضي ما بين التصوير وان انا اتابع الاراء. الجزء بتاع انا لسه بتفرج على كرتون اللي الناس كلها خدته في حياتها، حاسه ان في اعباء في حياتها، عايزه تقول لهم يعني ما تحملوش علينا اكتر، احنا لسه جوانا عيال يعني. انا لو في الحقيقه دكتور ممكن اتخصص بيطري، انا بحب الحيوانات، فهبقى جميل لو انا محط طول الوقت بالكائنات الجميله دي. انا ربيت حاجات، ربيت كنت بربي كلاب كتير وقطط، وبحب اي حيوان كده ماشي كده ببقى مبسوط يعني. دلوقتي حالا حالا لا، قبل وقت قصير كان، بس دلوقتي لا، لظروف المعيشه يعني، عشان مش هبقى مهتم بالقدر الكافي عشان بقى في وقت شغل اكتر يعني، الحمد لله. يعني المستشفيات نفسها ما عنديش، علاقتنا مش كويسه مع بعض يعني، وبالتالي ما بخافش منها. كنت زمان بخاف من الاسنان زمان، بس الحمد لله ما اتعاملتش كتير، وتجربتي القريبه يعني مع دكتور اسنان كانت حاجه بسيطه، بس هو كان كويس جدا برضه. كان عندهم اكيد تخوف في موضوع التمثيل، لانه مش يعني هم مش فاهمين، واحنا انا واهلي يعني اسره متوسطه، فالحاجات بالنسبه لهم ان انت ازاي هتبقى ممثل، يعني ايه ده بنشوفهم في التلفزيون يعني، فكانوا متخوفين، بس كانوا بيدعموني. والدي كان متخوف اكتر، بس مامتي كانت بتقول لي يعني اعمل اللي انت عايزه، يعني انا واثقه ان انت تبقى هتعمل حاجه كويسه يعني. خالص خالص. اخويا كريم مهندس، واختي هدير محاميه بس هي دلوقتي يعني ما بتشتغلش، ووالدي كان موظف، ووالدتي كانت اخصائيه اجتماعيه، ودلوقتي برضو مش خلاص طلعت على المعاش يعني. بشتغل ممثل يعني، اشتغلت حاجات كتير خلال السنين اللي فاتت جنب ان انا ممثل، حاجات سريعه عشان المعيشه يعني، لكن يعني كنت حاجات كانت واضحه يعني ان انا عايز ابقى ممثل وخلاص، قررت ان انا هعمل تمثيل بغض النظر ايه اللي هيجي منه، يعني هتبسط بيه وهبقى ممثل، حتى لو بعمل في المسرح، بعمل في حاجه، بطلع مشهد هبقى بتبسط خلاص. عندي تغيير جو وعندي بطن الحوت، مسلسلين، ده مسلسل 15 حلقه وده مسلسل 15 حلقه. بنصور دلوقتي حاليا يعني، عشان غالبا يعني هيبقوا ان شاء الله في رمضان. في تغيير جو اسمه ايمن، شاب اسمه ايمن، وفي بطن الحوت ولد اسمه بكر.
بيت، قاعد في البيت ده برمضان وغير رمضان، انا في البيت 90% من حياتي وبس، ما فيش حاجة تانية، وبنزل ساعات اقابل صحابي وبس.